أكثر من أسبوعين مروا وخلينا نشوف كيف الوضع كان. فيديو جايب 40 لايك، 400 مشاهدة و 30 تعليق. أول شيء بدي أتشكركم كلكم، بدي أتشكر كل الناس اللي شافوا هذا الفيديو وعملوا ردة فعل عليه، إن كان بلايك، إن كان بتعليق، إن كان بديسلايك. مع العلم الفيديو ما عليه ولا ديسلايك، بس إنه يعني يا جماعة تفاعلكم مع الفيديو أول شيء بيدعم الفيديو وبيدعمني إلي. فمشان هيك رجاء لا تبخلوا علينا، اكتبوا لي رأيكم تعليق بلايك أو بديسلايك بأي شيء، لأنه هذا رح يدعم القناة بشكل عام. فبنرجع للفكرة الأساسية يا جماعة، فكرة الفيديو هات أنا عملت شيء خلينا نسميه فقرة اللي هي تعليقاتكم، كون أقرب لكم عن طريق قراءة هاي التعليقات ونقراها هيك بشكل عام. ممكن تكون الإجابة عليها هي جواب لعدة أشخاص عندهم نفس السؤال ولكن ما قدروا يسألوا. فقبل ما نبدأ يا جماعة، أول شيء بدي أذكركم أنه أنا حالياً بالأيام الجاي للأسف مدة أسبوعين، 10 أيام، شهر يمكن، ما بعرف قد إيه بالضبط، لأنه أنا عم غير بيتي. فممكن تشوفوني بس بهالطريقة هاي، أو ممكن أعمل فيديوهات قصيرة عن الفيديوهات القديمة مشان تضلوا دائماً تتذكروا المعلومات اللي كانت تنحكى قديماً. هذا حساب الإنستغرام، فيكن تفوتوا عليه، فيكن تشوفوا الستوريات، فيكن تتفاعلوا معي كمان على حسابي على الإنستغرام، لأنه كتير عم ينزل عليه شغلات. وشغلة ثانية يا جماعة، بمناسبة وصولنا إلى 50,000 مشترك، أنا عملت أو عم فكر أعمل فعالية اللي هي تدريب أونلاين، رح يكون حصة واحدة لمدة ساعة واحدة، يكون في أكبر عدد ممكن من الناس اللي مهتمين بالكاراتيه يتمرنوا معي بشكل مجاني بدون أي تفاصيل، بدون أي تكاليف. أهم شيء بس يتواصل معي الشخص، شوفوا صندوق الوصف فيه كل وسائل التواصل معي، اختاروا الطريقة اللي بتناسبكم واكتبوا لي أنا حابب شارك بهذا التمرين. فأي شخص بيحب يشارك بهذا التمرين بإمكانه يكتب لي على الخاص ومشان سجل اسمه، ومتى ما انتقلت وزبطت مكاني وهديت أموري إن شاء الله رح نحدد يوم وراسل جميع الناس اللي سجلوا عندي للمشاركة بهذا التمرين ونطلع نتمرن كلياتنا سوا. تمام، خلونا نبدأ. طبعا وصلنا لحد هون المرة الماضية، وعنا هون من ماريو مانيجر، ما بعرف يمكن يا اما المانيجر مكتوبة بالغلط او الشخص هيك الاسم كاتبه، ما بعرف. ما بيقول والله انصدمت من سرعة ايدك، ما شاء الله، شكرا صديقي حبيب القلب، ولكن للأسف بهاي لما برجع انا بشوف هاي الفيديوهات بشوف انه كان ايدي بطيئة للأسف. فشكرا بكل الاحوال. good luck. عم يقول فكرة التعليم في المنزل فكرة جميلة جدا وتشكر على جهودك، وأتمنى تكون المقاطع ما فيها موسيقى لأنها بتضعف التركيز بالمحتوى الأساسي. نعم صديقي، أول شيء فكرة التعليم في المنزل أنا بشوفها كمان جيدة، شكرا على رأيك وشكرا على تعليقك. وفي شغلة كمان بهاي الفترة، يعني هو هذا أول فيديو نزل لي له علاقة بالكاراتيه، وكان كل الشغلة على الجوال، يعني التصوير المونتاج كله على الجوال، وكان في سوء تقدير للأسف بين الصوت اللي عم ينحكى وصوت الموسيقى، يعني كان في، يعني الموضوع كان في بدايته وهيك أخطاء واردة نوعا ما. فأنا بعتذر عن الدقة اللي كانت بهذا بهاي الفترة، كتير ناس كانوا حتى بالفيديو الثاني والثالث كمان كانوا يقولوا لي الصوت عالي ونزل صوت الموسيقى. فإذا بترجعوا للفيديوهات الجديدة اللي عم تنزل فرح تلاقوا يا أما الموضوع معالج ما في موسيقى أبدا، يا أما في موسيقى ولكن بطريقة لطيفة ما عم تكون مزعجة للمستمع. وبتمنى كمان تعطوني رأيكم بالفيديوهات الجديدة، هذا الفيديو عم يبين كتير لأنه قديم، أنا أتمنى أنه تكونوا موجودين على الفيديوهات الجديدة اللي عم تنزل، أتمنى ذلك. سيون ما بعرف شو الاسم، انا اسف ما بعرف بقرا، اكس سيونكس. والله نفسي اكون مثلك، ما شاء الله عليك، والله ما شاء الله عليك، شكرا لك. انت ممكن تكون افضل صديقي، تمرين ممكن تكون افضل. ميرو كانت وتكون اروع رياضه بالنسبه لي، مارستها في الصغر وعشقها لحد الجنون، لكن للاسف لم اكمل فيها. للاسف ما قدرت تكمل فيها، ولكن الرياضه هي يعني هي وحده، يعني نوع من أنواع الرياضة اللي أي شخص ممكن يحب نوع معين من الرياضة اللي هو بيشوفها جيدة. يعني للأسف أنت حبيت هذا النوع وما قدرت تستمر فيه للأسف، ولكن في ناس ممكن يحبوا أشياء تاني. كابتن آية الغول وكابتن وائل المدرب المفضل، ربنا يحفظ حضرتك لك على راسي يا آية. شكرا لك آية صديقتي على فكرة على فيسبوك، شكرا. تيبا تاج تسلم كابتن، شكلي بتعلم الكاراتيه وانا بالبيت من دون ما سجل بنادي،
بس أكيد يبقى التعلم والممارسة بنادي أحلى ومع زملاء. طبعاً طبعاً. أنا بفترة، نحن بفترة طبعاً، أنا كنت في منتخب بايرن بألمانيا، ومرت علينا فترة كنا نتمرن كمان أونلاين بالبيت، وكانت فترة كمان جيدة استفدنا منها كلياتنا، ولكن بيضل التمرين بالصالة ومع زملاء أفضل بكتير طبعا. ولكن في ناس بيحكوا معي بيقولوا لي نحن ما عنا ولا نادي بالمنطقة، ما عنا ولا مركز بالمنطقة، ففكرة التمرين أونلاين فكرة راح تكون جيدة بالنسبة لهم. هنا العنزي على ما أظن، ألف شكر، شكر ألف شكر، شرح بأسلوب سلس وسهولة في توصيل المعلومة، شكرا شكرا جزيلا. فاطمة الشريف، أنا بنت وما فيش مدربة بنات علشان أنا أزهرية وما ينفعش يدربني رجل، ومش لاقية ونفسي أكون قوية وأعرف أدافع عن نفسي، مش عارفة أعمل إيه، بس أنا بحاول أتعلم من اليوتيوب وسمعت حضرتك وشرحك جميل جدا، شكرا. شكرا يا فاطمة، وأنا أحترم أنك أنت أزهرية وبدك تتدربي عند سيدي، أنا أفهم هذا الموضوع، ولكن أنا آسف لهذا الكلام، أنا آسف لهذا الكلام، ولكن لازم يكون في فصل، لازم يكون في فصل. هلأ إذا سيدي مريضة وبالحارة أو بالمنطقة ما في غير طبيب ذكر، هل هذا يعني أنه ما لازم تروح لعنده لأنه خلينا نقول متحجبة؟ يمكن المثال ما راح يكون ناجح لأنه الرياضة هي غير الطب والعلاج، ولكن الفكرة من الموضوع أنت أنت عم تتعلم، يعني الدين ما هو ضد العلم، أنا هيك بظن، ما بعرف، ولكن الفكرة هي أنه أنت بدك تتعلم، أن أنت عم تروح لعند أستاذ، لعند مدرب، هذا لا يعني أنه هو شخص رح يكون ملاك. عم نشوف حالات سيئة عم تكون، عم يكون نتيجتها دكاترة وأساتذة جامعيين وكذا، ولكن الأشخاص السيئين موجودين بكل الأماكن، ولكن الشخص لازم يحتاط ويكون صاحي يعني. فأنت شوفي بالمنطقة عندك، إذا ما كان في سيدي فسيد يعني يكون في أستاذ، بعلاقتك مع الأستاذ طبعا رح يكون في زملاء، التمرين ما رح يكون بس اثنين في غرفة واحدة ومسكرة، رح يكون في تمرين بصالة كبيرة وفي زملاء. إذا حسيتي أنه الأستاذ أو المدرب عم يعاملك بطريقة غير جيدة تتعارض مع القيم والعادات والتقاليد وحسب المكان اللي أنت موجود فيه، بإمكانك تنسحبي بطريقة لطيفة، حتى بطريقة غير لطيفة، يقول له أنت شخص غير محترم، أنا ما بحب هذا الموضوع وبدي أمشي. إذا حدا من الزملاء بيزعجك بأي شيء فيك تتواصلي مع الأستاذ، إذا ما هذا أكتر شيء أو أقل شيء ممكن أنك تعملي أنك تحملي حالك وترجعي على بيتك. أنا هذا برأيي، وفكرة أنك بنت وأزهري هذا لا يعني أنه هذا لا يعني أنك تتدربي وتتعلمي على من ذكر يعني من رجل. وعلى فكرة رياضة الكاراتيه ما فيها يعني ممكن المدرب يدرب اللاعب بدون ما يلمسه، يعني بدون ما يكون في لمس، تمام؟ يعني من بعيد لبعيد ممكن يوجهك ويصلح لك الحركات وكل شيء، وحتى ما حدا ما يجي كمان يقول لي انه صرت انت في اوروبا ومنفتح وبتعمل وبتساوي النسوان عنكم والسيدات عنكم، لا 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 صديقي، لا تفكر بهذا الموضوع ابدا. رح احكي لكم حادثه صارت معي من زمان. انا اول ما جيت لالمانيا بلشت درب كاراتيه بلغة ضعيفة نوعا ما، يعني كانت لغتي الألمانية ضعيفة جدا، الشيء اللي كنا بتواصل فيه مع اللاعبين هو يا أما لغة الكاراتيه الياباني أو شوي بالإنجليزي، أو أطلب منهم مساعدة يقول لهم هاي الكلمة شو بتعني في الألماني، فهذا الطريق خلاني أتعلم اللغة الألمانية. فكان في طفلة جديدة بالتمرين، أو خلينا نقول طفل، ومعه أخته صغيرة، أخته صغيرة ما بدها تتمرن، ولكن طفل صغير بده يتمرن. الطفلة أخته صغيرة كانت مع والدته من التمرين وكذا، الطفلة حبت تقرب على أخوها، وأنا كان ظهري لإلون يعني أنا ماني شايفة، تمام؟ والبنت صغيرة يعني الطفل الجديد اللي عم يتمرن عمره بحدود 3 سنوات 4 سنوات، وهديك لسه أصغر منه، تمام؟ فأنا بالتمرين أخته الصغيرة بتوصل لعندي تقريبا، وأنا عم أرجع هيك لورا وأنا بالتمرين وعم أشرح للناس الحركات، للاعبين الحركات وكذا. فبنتبه انه البنت قريبة كتير مني يعني بدها توقع، فانا ردت فعلي كانت تلقائيا اني انا مشان خفت عليها يعني، فحملتها للبنت الصغيرة وشلتها اعطيتها لامها. هون بيجي لعندي مدير الصالة،
وبيقول لي أنا وائل فهمان كتير الحالة اللي أنت كنت فيها وأنا عرفان يعني أنت ما قصدك شيء، ولكن عم يعلمني عم بيقول لي للأسف بألمانيا هذا الشيء ممنوع، ما بيصير تمد إيدك على طفل وتحمله هيك فجأة، وعلى طفل ما بيصير تحمل إيد تجي وتاخذ طفل وتشيله بدون ما تسأل الأهل، لازم الأهل يكونوا موافقين على هذا الشيء، أقل شيء الطفل يكون على علم أنه أنت راح تقرب عليه. قلت له بس أنا خفت على البنت الصغيرة راح توقع، اللي بعرف أنا فهمان عليك، حتى الأهل فهموا يعني مني ما كانوا ضد هذا الشيء، ولكن قانونيا بألمانيا هذا الشيء ممنوع. تمام، هذا أنا كمدرس ممنوع أحمل طفل كنت خايف عليه أنه يوقع على الأرض. تمام، وكمان أكمل، إذا أنا بالتمرين وكنت مضطر أني صلح إيد لاعب أو صلح رجل لاعب أو كذا، فلازم أسأله في البداية إن كان طفل أو كبير أو صغير، أي عمر كان صبي أو شاب، أسأله في البداية أنا بدي صلح لك ممكن إيه أو لا، فهو ممكن يجاب آه أوكي ما في مشكلة ممكن تصلح له إيده، وممكن يقول لي لا ما في داعي، فأنا رح حاول أبذل جهد أكبر أنه فرجيكي في الحركة تكون بشكل أصح بدون ما ألمسه. تمام، وهاي نحنا في أوروبا اللي بيقول منفتحين وكذا وبيعملوا في الدنيا، فهي فكرة يا جماعة أنه المكان ما بيغير الشخص، بالعكس هون في قوانين صارمة أكثر من بظن من الدول العربية. يمكن بالدول العربية إذا شاب إجت حرش في بنت يكون الحق على البنت، مع احترامي للجميع أنا شفت كتير حالات يعني إذا شاب تحرش في البنت بيروح لعند البنت بيقولوا لها البسي اعملي كذا وبيتركوا الشاب المتحرش، يعني بيقولوا الحق على البنت إنه أنت كنتي ما بعرف كنتي حاطة ريحة، أنت لابسي كعب عالي، أنت ما بعرف شو حجابك كان باين، ولكن بتناسوا تماما الشاب المتحرش مع إنه هو الغلطان وهو اللي لازم يتحاسب. أنا آسف لهاي الحالات اللي عم تصير، ولكن أنا برأيي بالعلم في كتير نقط نحن ما لازم نحملها زيادة عن اللزوم، أنا هذا برأيي، فكل واحد له حريته الشخصية وأنا عطيت رأيي بهاي النقطة. على كل حال يا جماعة أنا برأيي حاجة لليوم، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معي لليوم، أتمنى منكم تلايكوا لنا لهذا الفيديو وتوصلوا لنا يعني وصلوا لنا 50 لايك، وإذا في عندكم أسئلة أو استفسارات اكتبوا لي إياها بالتعليقات تحت رح أجاوب عليها كلها، وإذا كان في سؤال بحاجة إلى إجابة مطولة فرح نخصص له فيديو ونجاوب عليه. هذا كان كل شيء لليوم، بتمنى لكم توفيق، ولا تنسوا تفوتوا على قناتي تبع الألعاب ونتسلى سوا ونلعب سوا مع بعض. نشوفكم بالحلقة الجاي، سلامات.